يعطيكم العافية. هذا الفيديو هنشرح اكسرسايز على درس Work and Energy اللي هو Chapter 11 في Grade 11 Science. هذا الاكسرسايز في عندي Marble M considered as a particle of mass 100 gram. كم شايفين هذا الأزرق. It starts moving from point A with an initial speed VA equal 1 meters per second. أعطيناها speed من عند النقطة A. On a frictionless circular track AB. فعندنا هيدا ال AB circular track وما في عندي friction. لما ما بيكون في عندي friction ما نفهم منه انه في شيء concept هون. شو هو؟ هو mechanical energy. This track has a center O من هون and a radius R equal 14 centimeters. Then the marble continues its motion on a rough inclined plane BC, making an angle alpha with the horizontal. فهيدا incline rough. يعني في friction عند ال B لعند ال C. وعامل زاوية alpha مع horizontal. Take the horizontal level passing through B as a reference level for GPE. فهيدا level المقطع هي reference لGPE اللي عليها ال height بصفر. Given cosine beta equals 0.4, gravitation acceleration equals 10 meters per second square, with sine alpha بتساوي 0.4. فعطيني السين للألفا، عطيني الكوسين للبتا، بمعنى إنه نحنا يمكن ما نستعمل مثلا السين بتا أو كوسين ألفا. Okay. Part 1. Verify that the initial height of the marble is HA equal 8.4 centimeters. كيف ما نبرهن الـ height للـ A؟ فلحتى نبرهن قيمة الـ height للـ A حنرسم هذا الخط وننزله لعند مين؟ لعند الـ horizontal level اللي عملناه. هذا الخط لحتى نعرف الـ value اللي له ما بنقدر مباشرة نعرف، لهيك حنعمل طريقة واللي هي إنه نمد خط لهون horizontal بشكل لي right angle هون، وبالتالي right triangle AO هسمي هيدا ال point H بصير right triangle AOH. فال height HA حيكون هو ذاته ال BH، اوكي، يلي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن كل ال OB نقص منا مين؟ ال OH، اوكي. فإذا بعرف أنا ال OB وال OH بقدر أعرف ال BH، وبالتالي بقدر أعرف ال HA، اوكي. فالـ OB أول شيء هي عبارة عن الـ radius، كل الـ radius. أما بالنسبة للـ OH فهي عبارة عن adjacent side بقلب الـ right triangle AOH لمين؟ للبتا. لهيك حنقول إن الـ OH هي عبارة عن hypotenuse OA مضروبة بـ cosine للبتا. يعني الـ OA هو كمان radius مضروبة بـ cosine بتا، فتطلع R cosine بتا. وبالتالي صار فينا نطلع ال HA اللي هي عبارة عن OB اللي هي R ناقص OH اللي هي R cosine beta. بنعوض كل شيء values بقيمهم، تركتهم بالسنتيمتر، فالجواب بيطلع معي بالسنتيمتر اللي هو ذاته 8.4 centimeters. هيدا part 1. Part 2. Determine the mechanical energy of the system in earth at A. Mechanical energy على ال A في إلى قاعدة اللي هي kinetic energy على A زائد potential energy على A. ال kinetic energy هون هي عبارة عن translational kinetic energy يلي هي قاعدتها half mv squared. أما ال potential energy فهيدي عنا هون بس gravitational potential energy يلي قاعدتها mgh. وصار فينا نعوض كل ال values لأنه كلياتهم معنا إياهم، الماس معنا إياها، ال va given 1 وال HA هلأ طلعناها ببارت 1. فعوضنا كل شيء values بيطلع معنا mechanical energy equal 0.134 joules. هذا بالنسبة لبارت 2. بارت 3. Is this mechanical energy conserved on the track AB? Yes, it is conserved. Why? Justify. Since true, the circular track AB is true, it's frictionless. We have no friction. بس ما يكون في friction يعني ما عندي non-conservative forces هون دايرة، وما عندي أبدا non-conservative forces يعني، وبالتالي ما في عندي
نون كونزرفيشن، او بالاحرى ما في عندي، او بالاحرى عندي كونزرفيشن للميكانيكال انرجي، يعني ما عم تتغير الميكانيكال انرجي من عند الاي لعند البي. اوكي، ما في عندي فاريشن. اوكي، سو هيدا بارت 3. بارت 4 ديديوس من الكونزرفيشن هيدي اللي حكينا عنها ذا سبيد اوف ذا ماربل ات بوينت بي. فلحتى نطلع السبيد على البوينت بي بدنا نطبق الكونزرفيشن للميكانيكال انرجي. سو بي، سو ميكانيكال انرجي للسيستم عندي is conserved on AB. So الميكانيكال انرجي على البي اكيد ايكوال ميكانيكال انرجي على الاي يلي طلعت معنا الفاليو الى 0.134. ميكانيكال انرجي على البي بتتقسم لشو؟ لكاينتيك على البي زائد بوتنشال على البي. الكاينتيك انرجي على البي هي half mv b سكوير. البوتنشال على البي ما عندي هايت على البي لانه مرقبل ليفل هوريزونتال ليفل reference level of gravitational potential energy، وبالتالي gravitational potential energy حتساوي 0. ف half mv square equal to 0.134، منعود كل شيء values بيبقى معانا ال vb لحالة، فبتطلع معانا ال vb equal 1.637 meters per second. okay. أما بالنسبة لل last part فهو عم بيقول لي the marble continues its motion on bc. BC منعرف إنه هو عبارة عن rough inclined plane. So the friction اللي على BC شو بدها تعمل؟ بدها توقفها بعد فترة أو بعد مسافة معينة. So the motion on BC continues until it stops at point C. The friction at BC is supposed constant and of magnitude 0.1 newtons. فمعنى الفريكشن، السؤال شو بده apply work energy theorem، جبرني بالwork energy theorem to determine the distance BC. فلحتى نطلع BC ما نستخدم مثل ما قال لي الwork energy theorem، فمجرد ما انه قال ما نستعمل work energy theorem لازم ننطلق منه، اللي هو شو بيقول؟ بيقول انه variation للكينيتيك energy بتساوي summation للاكسترنال للwork أو للwork of external forces. شو هن the forces acting on the marble لما بتصير على الانكلاين؟ هيدا الماربل هون الفورس عندنا أول شيء عندي normal reaction لإله of the support يعني للانكلاين، عندي vertically downward weight، وأكيد في عندي the friction FR يلي أعطاني إياها بالgiven، ما في عندي غيره. فهيدول هن الفورسز. فصار فينا نقول الورك انرجي ثيرم شو بيقول؟ الفاينل كاينتيك انرجي اللي هي على البوينت سي، لما بتوصل على البوينت سي when it stops، ماينس الانيشال كاينتيك انرجي اللي هي at point B. نحنا معنا الفاليو إلها اكيد طلعنا نحنا ال VB فينا نحطها بقيمتها، او فينا دغري نحطها هي 0.134 لانه يعني already هي بتساوي الميكانيكال انرجي تحت. بتساوي الwork للnormal which is equal to zero يعني أنا perpendicular على displacement، الwork للweight قاعدتها mg h initial minus h final، والwork للfriction which is friction times displacement times cosine للangle which is شو 180. فعم نعوض كل شيء هلا مثل ما قلنا 0 mg h b minus h c friction BC cosine 180. هلا كمان حنشوف شو فينا نعوض شو لا. هات لنشوف ال M و G تمام، ال HB هي 0، ال HC شو بتساوي؟ ال HC هي عبارة عن شو؟ عبارة عن هيدا الهايت يلي هو من عند C لعند الريفرنس، هيدا ال HC. بنلاحظ انه بيتشكل عندي رايت تريانجل، ال HC حيكون شو؟ opposite لمين؟ للألفا. فبما انه ال HC opposite للالفا معناتها ال HC شو بتساوي؟ ال hypotenuse BC مضروبة بالساين الفا، فBC ساين الفا حنحطها محل ال HC. ومنكمل كل شيء، cosine 180 هي minus 1، فكيف صارت ال relation عندي هلا؟ MG into 0 minus BC ساين الفا minus friction ضرب ال BC لانه cosine 180 هي انها minus 1. كمان هلا بنحط الفاليوز كلها، بيبقى عندي 1 unknown which is شو؟ BC. ليش؟ لأنه ال M و G بنعرفهم، sin alpha given، الفريكشن 0.1 كمان given، فبيبقى عندي بس ال BC unknown بهيدي الريليشن،
نوصل لهيدا الريليشن قبل الأخيرة، وبالتالي الريليشن الأخيرة حتوديني إنه تعطيني قيمة البي سي which is 0.268، يعني تقريبا 27 سنتيمتر. أوكي that's it، هيدا هو solution لهيدا البروبلم. إن شاء الله يكون واضح. إذا حد عنده أي سؤال فيكم تتواصلوا معي على السوشيال ميديا أكاونتس أو من خلال الكومنتس. أوكي يعطيكم ألف عافية.